إذن متابعي ومتابعات قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا من مدينة صورة. كنقول لكم أسعد الله مساءكم ومرحبا بكم معنا. تحية لكم، تحية لجميع المتابعين. أكدوا لنا أن الصوت عندكم مسموع قبل ما نعطوه انطلاقة في هذا البث المباشر. إذن عدنا إليكم مرة أخرى من مدينة الصويرة بعد أسبوع من الفيديو القنبلة اللي كان خرج فيه واحد من الناس اللي يقول بأنه يقدر أنه يتغلب على الجنون وأنهم يحيدهم الأجساد ديال المصابين اللي عندهم المس بالجن. إذن مرة أخرى هنا من مدينة الصويرة من موغادور نعود إليكم. إذن قبل ما نبداو هذا اللايف وقبل ما تعرفوا معنا هذه المعطيات ومجموعة ديال النصائح ومجموعة ديال الخطوات وديال المعلومات الحصرية ولأول مرة على قناة شوف تيفي وطرق جد سحرية اللي كتعالج الجن والمس والتوكال في هذا اللايف هذا تسمعوها معنا، ولكن أكدوا لنا مرة أخرى أن إذن الصوت واضح. شكرا لك نجوى، شكرا لكم، شكرا لجميع المتابعين ومرحبا بكم جميع المداخلات. كنحييكم على المتابعة ديالكم. إذا السلام عليكم. السلام عليكم. نتشرفوا بالاسم ديالك. عبد اللطيف من بنت الثورة، معالج بالأعشاب والإجامة والرقية الشرعية وفهم النحل. إذا نحتاجوا أنك تهضر معنا شوية بالجهة السي عبد اللطيف، تعاود معنا الصفة ديالك. عبد اللطيف من بنت الثورة، معالج بالأعشاب والرقية الشرعية والحجامة وسم النحل. سم النحل. لسعاد النحل. لساعات النحل. اذا عبد اللطيف قلت لنا بانك كتقدر تداوي الجنون، كتقدر تحاول تداوي الناس اللي عندهم المس بالجن، ولا عندك اجابه على الناس اللي كيدعيو انهم كيداويو الناس من الجن؟ هادشي اللي قلت عبد اللطيف. اخي بالنسبه للامر ديال المس او دخول الجني في الانسي، فهو الجن ما كيدخلش للذات ديال الانسان، هذا اللي بينوضحوا الناس. بقاو شي يتبعوا كثير من الخرافات اللي هي بان راه فيك جن، فيك ثلاثه، فيك اربعه، فيك خمسه، فيك عيشه، فيك ليمون، فيك هذا، هذه كلها خرافات واكاذيب، سواء من كيفندها الطب النفسي، وكاين حتى الايام الشعراوي كاين فيه دخول الجن والانسي، وكثير من الايام الاخرى من 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 الشق الديني. اما دابا يسولوني على اشنو هي اسباب ديال هذه الاشياء اللي كيشوفوها كتخبط وكتهضر في الانسان كيضرب هو كيتكلم. فاقول لهم هناك تحدي، الا كان هذاك اللي كيتكلم في الانسان جني، خد شي نمره في يدك قول لي شنو هي هذه، الا كنت انت جني ما غاديش يجاوب، كنتحدى اي واحد يجاوب على هذا السؤال هذا. اذا بيليبسيه، يعني هناك هيستيريا تحوليه كما كيسميوها اطباء النفس، واللي كيسمعوا الصوت في ودنهم وكيمشيو عند الرقيب وكيقول ليه راه عندك الجن، عندك الجن هو اللي هو اللي كيحك، هو اللي كيعمل لك، هو اللي كيعمل لك. فهذا تسمى الفصام، تسمى بمرض الفصام عند عند اطباء النفس. اللي عنده اضطراب في النواقل العصبيه في المخ ديالو كيسمع اصوات ما كايناش ويشوف اشياء ما كايناش، وهذا الامر راه معروف عند اطباء، الامر معروف عند اطباء نفسانيين. الوسواس القهري الطوعي ديال معروف، الامر ديال الوسواس راه معروف عند الناس كلهم. لهذا نقول الناس الجن يمس الانسان خارج، كاين مس خارجي، الجن يؤثر على الانسان من الخارج. كيفاش كيمس، كيفاش كيأثر عليه الخارجي؟ الهاله ديال الشخص ديال الانسان كيأثر عليها الجني، كيأثر عليها وكي 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 يعني يكون مريض، يكون عنده عكوشات، يكون عنده يعني ممكن خلل، ممكن بزاف الاشياء، الم الى غير ذلك. ولكن هذا هو التأثير ديال الجن. اذا كاين تاثير ديال الجن، كاين انت مبدئيا موافق على هذه المساله، ولكن غير ان الجن يسكن بنادم لا ما يمكنش. اذا انت كتوصف جميع دوك الرقات الشرعيين اللي كيديروا الرقيه وكيحيدوا الجنون وكيديروا لي لايف، انا كيحيدوا الجنون،
كاين واحد الراقي هنا في الصويره خرج معنا الاسبوع الماضي، اذا الناس كاملين بالنسبه لك تاكي كيخربقوا. كاين اللي جاهل وكاين اللي عارف وكيسترزق من الميدان. كاين اللي جاهل بالموضوع وكاين اللي عارف وكيسترزق من هذا الميدان. اللي جاهل يتراجع للجهه ديالو، اللي كيسترزق يتقلى في الناس، خرج هذا دخل هذا، وكنتحدى اي واحد يخرج الجن وغادي نجي نعاود نطلعو، حيت علاش؟ تاثير نفسي في الانسان. اذا كيفاش كيديروا هذه العمليه هذه لو وصفتيها انت؟ كيفاش كيديروا هما هاد اللعيبه ديال انه يطلع الجن ويخرج الجن ونسمعوا ان الجن كيمشي هكا وان الجن كيمشي هكا؟ المريض اللي جا عنده ايحاء بان عنده جن. او احد يعني عنده ايحاء من طرف يعني ناس اخرين. كاين تاثير نفسي زعما بغيتي تقول. فاش كيجي يقول لي فيك جن، يقول لي فعلا كيتخبط، ها هو يطلع ها هو يطلع. هاد الشيء عارف انه بزاف الدروقات راه كينكروا، وكاين بزاف الناس باحثين بعلم الناس خرجوا بهذا الامر ونكروا الرقاه. لهذا اللي نوضحوا هذا الامر باش نسدوا هذا القوس ديال الرقيه، ندخلوا فيه منه نفرع منه الشق ديال علاج السحر الماكول. لا وخلينا بعدا في الجنون. هذا هادو معطيات، هذه وجهه نظر اللي خصها تناقش، رفوها معك كاملين مع المتابعين. المتابعه ديال الناس والايمان ديالهم بان الجنون كيسكنوا الناس وبان هناك روقات داروا فعلا لاباس كما ذكرتي من هذه المساله، احنا هذا هو الدور ديالنا، هو نناقشوا الافكار، نناقشوا المواضيع، نناقشوا الابحاث. هذا استرزاق سواء عن جهل او عن علم. الى عن جهل يمشي يسكتوا، ولا على استرزاق يحشموا. هذا الشيء اللي كاين، اما الجن راه يدخل الانسان. اذا انت سبقتك باحث فاش؟ في مجال اش؟ الاعشاب. مازال اش؟ الرقيه الشرعيه. الرقيه الشرعيه، اذا انت كتامن بالرقيه الشرعيه. الرقيه كاينه، اوصى بها النبي. الرقيه كاينه، الرقيه الشرعيه كاينه. وشنو كداوي الرقيه الشرعيه؟ الرقيه كتعالج العين، كتعالج السحر. تعالج النفس الخارجي كما ذكرنا كتعالج الجن، المس الخارجي اللي قلتي فيه بانه كيضر الانسان راسو وكيضر اش تاثيرات عكوسات كيكون تاثير على التركيز ديال الانسان، ما بقاش يعرف يخبط، ما بقاش يعرف واش كيدير، كيمشي للخدمه ما بقاش يعرف، يعني بزاف هو عنده غادي ما تقدرش هذا الشيء ندخلوه حتى هو في خانه ديال ان هذاك الانسان اللي كيدير هذاك الشيء اللي عنده تشتت بانه ما عندوش ماده ناقصه ديال الكونسونتراسيون ديال التركيز، ضعف التركيز، يتعوضها بشويه الفيتامين، ما ماشي مساله عندها علاقه بالجين الخارجي. انت في نهايه المطاف خرجتينا من الدوامه ديال ان الجسم، ان الجسم ديال الانسان يدخل ليه جن، وقلت يقدر يكون عنده تاثير خارجي على مستوى التركيز. تاثير خارجي فعلا، واحد الا كنا هذا القضيه غنكرو الجين، غنكرو الجين، الا نكرنا هذه القضيه، وكاين سميتو. تفضل. وكاين الامر ديال كمل وكاين الامر ديال الانسان الا مشى غالب الاسباب ديال الطب ديال مشاكل في نقص الدوبامين الى غير ذلك، غادي يكون يعني مشكل في نكران دخول الجن، يعني خاص الا ما كانش مشكل من الطب غادي يكون من الجن. وراه كاين باش نفرقوا، الانسان اللي عنده مشكل من الجن كيتاثر بالقران، والانسان اللي ما عندوش مشكل من الجن ما كيتاثرش بالقران. هذا هو كيفاش نفرقوا في هذا الامر. ولكن انت اعتبرت دابا انت وصفتي بان هذوك الناس اللي كيقولوا راه فوالا عندك الجن بانه فقط كاين تاثير نفسي اللي كيلعبوا الوسط ديال ذاك المريض اللي كيعاني من واحد الحاله نفسيه، كيبقاو يقولوا ليه في الدار في الزنقه راه فيه الجن فيه الجن. اذا النهار كيتلاقى مع ذاك الراقي ولا النهار كيتلاقى مع ذاك المشعوذ راه كيعطيه لاسين بان راه كاين الجن هنايا. كاين واحد النقطه نشير لها هنا، كاين ضعف في الطب النفسي في المغرب. المغرب كله فيه 300 طبيب نفساني او 310 ولا ما عرفتش بالضبط، وبزاف الناس عندهم وعلاج نفسي مكلف. لهذا الناس كيلتجوا، الانسان عنده الفرصان، عارف عنده الفرصان خصو ياخذوها، وكيلتج لهذا الامر ديال الجن، وكيبقى يتلوح هنا كيتزاد وكيتأزم الحاله ديالو. وكاين مشكل الوسواس القهري اللي كيتعالج فيه واحد 30% كيتعالج فيه او ما كان، وكيلتج فهمتي اش نوصل. وكاين بزاف ديال واحد النقطه نوضحها، كيجيو عندي بزاف نوبات الهلع، انتم ما تعرفوا نوبات الهلع، وغيعرفوهم الناس اللي قريعه نوبات الهلع، كيكون عنده خوف من الموت، خوف من المشي، الخوف من بزاف الاشياء، عرفتي عنده خوف او كيمشي كيقول لي عندك سحر الخوف، عندك كذا عندك كذا، فهذه نوبات الهلع كتوقع بعد صدمه، يعني كيكون شي صدمه او اضطراب في النواقل العصبيه، وكينسبوها للجن، وكيمشيو الناس عند مشكل هاد الناس ديال نوبات الهلع
تيمشي كيدوز السكانر كيدوز عند الطبيب ديال الطب العام عند الاخصائي ديال المعده ما عمرو تيقول لها ودري عندك مشكل نفسي خليها هكا كيتلوح ما بين هكا وهكا. بزاف ديال الحالات جاو عندنا في هذا الامر عندهم نوبه الهلع وقال لهم بان عندكم مشكل عطوهم ادويه ديال المسكيت وكيمشيو عند الرقاط وكيبقاو نوبات كيجيهم ديما. اذا قلتي بانك انت عندك مجموعه ديال الوصفات السحريه اعتمادا على طب الاعشاب طب البديل كتستعمل فيهم الاعشاب وذكرتي عندك كتاب وكتوجد كتاب اخر اللي كتناقش فيه تسخير الجين في هذا الشيء. كيفاش كتسخر الجين في هذا الشيء؟ كيفاش تسخر الاعشاب عند الجين؟ بالنسبة للموضوع ديال الوصفات ديال الأعشاب كاين هناك بعض الرؤى اللي كيشوفها الإنسان الرؤى اللي كيشوفها كترشد لبعض الأعشاب الطبية واللي كيكتشفها اللي بنقول في هذا الأمر اللي هو النظرية ديال علاج التوكل. علاج التوكل في المغرب معروف عندنا بالاستفراغ كلشي كيمشي كيقي. جيت قلت لهم النظرية ديال علاج التوكل كيفاش تعالجوا التوكل بطريقة صحيحة اللي كيبقوا عند الرقى كيمشوا باش يعالجوا التوكل كيمشيو عند الرقي كيستفرغ ليه كيعاود يقيه مرات ومرات حتى كيجرح ليه المعدة علاج توكل اللي خليكم اللي بيع علاج توكل طريقة ديال علاج توكل استفراغ ثم اسهال ثم حجامة ثم مقوية ديال المناعة باش تحيد توكل من الدم حيت توكل ما كيبقاش في المعدة باش تقيه كيبقى في المعدة باقي فيها توكل ينتقل من المعدة للجهاز الهضمي السفلي اللي كيتكون من 12 والصائم واللافائفي والاعور والصاعد والنازل والمستعيض والسين المستقيم اجزاء ديال الجهاز الهضمي السفلي هنا كيتشتت توكل وكيتمص عبر الدم ثم عبر الكبد ثم كيستقر في الجهاز العصبي المركزي اللي كيأثر على الالم في الراس وكيأثر على السلوك ديال الانسان والدعاية الى غير ذلك. إذا شنو الحل؟ لهذا الإنسان خصو يعالج التوكل بطريقته الصحيحة. كتدخل الحجامة. السلام عليكم انقطاع ديال اللايف. نعود إليكم مرة أخرى فنوصلنا أسف لطيف. وصلنا علاج التوكل والطرق الخاطئة اللي كيستعملوها الناس في علاج التوكل هي استفراغ. غادي نرجعوا للطريقة ديال علاج التوكل اللي قلنا لها دوزناها بكل يعني الطرق ديالها الصحيحة اللي هي يعني استفراغ ثم اسهال ثم حجامة ثم اعشاب لرفع المناعة. هذه هي نظرية ديال التوكل واستعملوها الناس وتعالجوا بها لان التوكل كما قلت ما كيستقرش في المعدة كينتشر في الدم وفي الجهاز الهضمي لهذا كيحتاج العلاج من هذا النوع. غننتقلوا للسؤال الموالي اخي فضل. عفوا. اذا نهضروا على